السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. ذوق قصة ان شاء الله. 2004 كنت انا وخويا يونس دابزنا مع واحد لي كونترولور في الطوبيس، وتضرب فيهم واحد وتهرس من لاماشوار ديالو. كنت دابس معانا حيت الشوم غالب على خويا وانا مرضيتش، ودخلته وتهرس من لاماشوار ديالو ومشاو ديكلاراو بينا. بقيت انا وخويا روشيرشي، تشد خويا يونس، دوزت تقريبا شي شهر ديال الحبس. مراد شديت انايا، جيت تلاقيت مع خويا في الحبس، جلست انا وياه في بيت واحد. فهاديك الايامات انا كنت كنتقرقب بزاف، كنت كنخرج الزيارة مقرقاب ندير الموسيقى، كنت كندابز يعني. ما وقع لي واحد البلان، دابس مع واحد الدري الله يرحمه مسكين سميتو نعمان سلاوي، هو كانت عنده روح. دابس انا وياه بالزيارة، تزايد انا وياه في الهضرات، ناقشنا، صدق ضربو براس، تهرس لوني فو رعف ترونات الدنيا. مشى هو للكارتي ديالو، هو كيسكن في واحد الكارتي في غير سلاويين، وانا سلاويين ما عنديش معاهم شي عداوة ولا بالعكس، عندي معاهم علاقة زوينة، وكنت معايش مع بزاف دري سلاويين، راه بزاف السلاوين كيعرفوني وضاربين معايا الحبس وكيعرفوا الرجوله ديالي. هو مشى طلع عندهم بحال اللي مرضاش يعني، طلعت يبكي عليهم وقال لهم راه حكر عليا قدام ولاد بلادو وعق عليا، فهمتيني، بحال اللي هزاتهم النفس عليه. وانا مقرقب اقسم بالله العلي العظيم ما كنت ناوي، علاش داك الدري كنعرفو يعني مدوز مع الحبس ومدوز معايا البيبي. مشيت ريحت في البيت ديالي، داز واحد اليومين تنادم معايا الحال، اقسم بالله العلي العظيم الا تنادم معايا الحال. ومشيت وديك الساعة كنت كنبيع القرقوبي وتنبيع الحشيش وتنبيع السيليسيون، حتى السيليسيون كانت يتباع في الحبس. ومشيت طلعت لهم كارطونة ديال السيليسيون فيها 40 حبة، ودخلت عندهم البيت. الدراري اللي كانوا في البيت كان نور الدين قاري راه عشيري، خدم بالثانوية وداب الثانوية، ولكن عزيز عليا علاش رجولة داك الدري، الله يسهل عليه، نتمنى من الله يكون طلق الله صراحه. وكان واحد زريقة واقيلا زريق زرق العينين جبونس، وكان هاد النعمان وكانوا شي جدراري اخرين ما عقلتش على السميات ديالهم بالضبط. انا على نيتي دخلت باش نتسامح معاهم، دخلت قلت لهم السلام عليكم خوتي، سمحوا لي راه ساعات ولا راه ما قصدتش وكذا وكذا. قالوا لي لا هاني اخي الياس، شويتي بلي واحد دخل الكوزينه، خرج من الكوزينه جاي لعندي وانا لابسها شورت وصنداله، على نيتي طالع عندهم البيت وصلنهم، ما عرفتش بانهم مرض ديجا مقارين ليا كاملين الكارتي كامل وهما دوك الدراري اللي في البيت. دخل الكوزينه وفاش كان جاي داز محدايا بحال هكا وضربني رش ليا التحميره في عينيه، ما عرفت راسي باش تبليت، واحد هبط ليا بشرجم ديال الدجاج خشى ليا في راسي فاش تضربت هنايا في الحاجب ديالي وانا في فمي، ونهضوا ليا تيتقبوا فيا بالبيشوات كاملين. اش نقول لكم، وانا باغي نتعافر باغي نتفكى من داك الكادر ديال الشرجم اللي لاصق ليا في ذراعي، وما عندي لا مضاله حتى شي حاجه وها بصنداله. بقيت كنتقاتل معاهم، بداو تيتقبوا فيا، تقبوا لي رجلي كامله وظهري راسي ما نقول لكم شنو وقع لي، راه وليتكم وليتكم راسي غتخلعوا اقسم بالله العلي العظيم، راسي كله متقب. وانا ديك الساعه كنتسنى الضربه ديال الموت، علاش؟ لان صافي حس بشي حاجه غنتنفس، تقول صافي هادي الاخره ديالي. ربي ولد الوالدين، واحد السي مغرب الله يذكره بخير، موظف، واحد الدري ولد قنيطره حسن بنان عزيز عليا بحال خويا، هو خو مراد، وشي دراري ولد السبت قدروا يدخلوا في ديك اللحظه وبقاو تيتعافروا معاهم وتيدابزوا معاهم، تيجيهم الضرب كيجيهم في ظهرهم كيجيهم في يديهم، تيتقاتلوا هما وجبدوني من تحت منهم وهربوني بديك الحاله وغادي تيجرجروا فيا في الارض. مشيت داروني في واحد البياص وداوني جيت المدير، المدير عيطوا لهم دارو جا، شافني بديك الحاله كلي متقب وكلي دمايات قسما بالله الا ضرب يدو مع الحيط، يدو كان يهرسها السيد يعقوب مسكين الله يذكره بخير، اطيب من خلق الله هذاك المدير، بقى في الحال. قال لهم ديو السويسي دابا، وهزوني ديك الساعه داوني السويسي غادي غايب، داروا لي سكانير، خيطوا لي دوك التقابي كاملين اللي فيا، وخيطوا لي راسي كامل، خيطوا لي حاجبي وهاد الضربه هادي، وجاي وما حس بالحقره، غادي يحس بواحد الحقره ما نقولكش علاش، لان الحميه تتغلب الصبع والغدره، وانا كنكره الغدره. انا بنادم كندبز معاه تنجي فاص، ولكن تغدرني نكرهك وما نحملكش ونبقى حاقد عليك حياتي كامله.
جابوني في ديك الليله، جابوني من السبيطار، دخلت الحبس مزموت، الدراري قنيطريين كلهم ناضوا محيحين باغيين يجيو عندي الامل باش نمشيو نهجموا عليهم، يعني كانت باغا تطيح الروح، كانت خصها تطيح الروح في ذاك الوقت، ما خلاو حتى واحد يخرج. دخلوني البيت، كانوا معايا الدراري صحابي مروان زريقه، واحد الدراري اخر بناي يونس خويا، شنقولك تيتباكاو. انا ديك الساعه كنفكر كيفاش نوقف على رجليا، نط كنقول لهم شوف يونس انت عاد تسوق راسك، عندك ما دير في هاد المطايفه هادي. قلت لهم الدراري وجدوا ليا داك الشرج مهبطوا ليا، هرسوا ليا الزجاج ديروا ليا في تقشيره. قلت لهم انت بناي غدا ان شاء الله ما تمشي تخدم معاهم، سرق ليا شويه المسامر وجيبهم ليا، حيت الكوادر ديال الكوزينه، درت زروطه عمرتها بالمسامر، عمرت تقاشر بالزجاج، عيطت للمراه اللي كنت مجوز بها قلت لها جيبي لي الماكله وجيبي شي قطه من هنا ديال 5 درهم وخشي لي فيها جنويه. قالت لي علاش؟ قلت لها ماشي شغلك. وبالسبت واحد وعيطت لواحد الموظف صاحبي قلت له اجي نقولك، قلت له مرتي غتجيب الماكله ما تقلبش دابا ادخل. ودخلت الماكله بالسبت واحد، مشيت ديك الساعه هزيت شنويه ضربتها تحت مني وجدت راسي، ما قادش نتمشى، ما قادش نزيد، باقي بالغلازي ديالي قسما بالله العلي العظيم. يا ربي تسمح لي، هذاك الموظف بقى فيا مسكين. دابا انا فاش طلعت للفوق لقيتو المدير، لقيتو دار الاجراءات ديالو، انا ما فراسي والو، لقيتو هزهم تقريبا كاملين قدامو الكاشو. تندخل هكا للبيوت ديالهم ما تيبان ليا حتى شي واحد، كي غندير كي غندير؟ قلت غنسمر على الموظف اللي كيجي يدي لهم الماكله وداك الشيء، هو اللي غادي نحيدو الصوار وندخل عليهم. ايفيكتيفمون داك الشيء اللي درت، صباح 2 الصباح نسمع الموظف جاي تيصفر وتيغوت، بعدت معاه حطيت له الموس عند رجلي قلت له طلق الصوارت. قال لي اش دير؟ قلت له طلق الصوارت، وانا نغزلو رجليه مسكين وبركلو على يديه هو ويطلق الصوارت. هزيتهم مشيت كنحل عليهم، دخلت على 3 الاولين ضربتهم، ما عقلتش شكون اللي ضربت. توقيت نوصل نعمان القاري، هو نعمان مرتين قاري، ما خلاونيش نوصل لهم. علاش؟ لان وقت اللي حليت الباب الاول وصلت للباب الثاني تيبان لي الموظفين ديال الحبس كلهم مجموعين بالزراوط وجايين كيجريو، وقفوا لي في الطريق بيني وبينهم الموظفين، يعني انا شاد الصوارت في يدي كنت على الباب كنت غطيح الروح، ولكن الموظفين وقفوا لي قدامي حسكه، قالوا لي والله لا دزتي خايلي. قلت لهم حيدوا ماشي شغلكم، قالوا لي غتحبس هادشي. قلت لهم ما بغيتوش تحبسوا، انا ندرم لعندهم. تلاحيت وسط منهم قاص فيها واحد الموظف وتهرس تضرب واحد في يديه، مش غنقول لكم اخوتي، ما اش غنقول لك، ما تعداوش عليا الموظفين الصراحه، تقاتلوا معايا باش يحيدوا لي داكشي، وداروا لي المينوط من يدي ومن رجلي وداوني الكاشو. ديك الحاله كل يد مايات، جا المدير عاوتاني شافني بديك الحاله قال لي ما بغيتيش تهنا، قال لهم ديوه ديو السبيطار، عاودوا لي الخياطه من جديد وردوني الكاشو. بقيت 10 ايام في الكاشو، حتى لواحد الليله مع ديك 8 ولا 9 الليل عاد جاو حلوا عليا، جمع حوايجك ترونسفير. مشيت بديك الحالة، مشيت بديك الحالة لسوق العربة. فاش مشيت لسوق العربة لقيت الإدارة ديال سوق العربة كتسناني، ما نقول لكمش أخوتي شنو وقع ليا عاوتاني. بديك الحالة مخيط ومضروب، لقيت الموظفين ديال الحبس سوق العربة كاملين واقفين جيت تسناوني. سي لويس الله يذكره بخير، وسي شرودي تا هو، سي عبد الرزاق، سي شكلاطي، باقي عاقل على السميات ديال الموظفين كاملين الله يذكرهم بخير، كلهم زوينين، كلهم تعاملوا معايا زوين. انا عنصر ديك الساعه خارق القانون، ضرب عباد الله، اكيد ما نلقى ردة فعل من الاداره. اش نقول لك؟ بداو بيا تا هما، ما حيدوش ليا داك المينوط، رونداو ليهم مينوط اخر، بداو تيقتلوا فيا اصلا، يهزوا ليا رجلي والعصا، كروه طالعه وكروه نازله، كروه طالعه وكروه نازله، وانا كنغوت تنسب وتنعاير وتيعفطوا ليا على وجهي وتيعاودوا ينزلوا عليا بالزراوط. ما تقني مسكينه واحد الطبيب حق الله العظيم، قال لهم والله تنتابعكم بالله وتوقع له شي حاجه حبسوا حتى واحد ما يقيسو. وهبط عليا بديك الحاله وانا كل دم وسخفان، قال لي ولدي واش كتسمعني؟ قلت له نعم دكتور. قال لي انا غنديك الفرملي وغنخيط لك وانا نعمك، واش تثق فيا؟ واش نطلق لك المينوط؟ فديك اللحظه انا كنشوف واحد الموظف ولد الحومه ديالي هو في السطح مسكين الله يرحمه، تيبكي وحق الله العظيم تيبكي ليا بديك الحاله، ما قدرش يجي وما قدرش يتدخل. علاش؟ لان التعليمات اللي كانت واصلاهم
إلياس خصو يتعذب، خصو يتكرفص مزيان باش يتهد، حيت فعلا ما كنتش باغي نتهد، وتنتحدى كلشي. شدني يا طبيب مسكين وداني خيط لي هذيك الحالة، خيط لي غلاس فوق غلاس، قسما بالله الغلاس اللي كنت خيطت قبل ما نجي لعندهم ترونسفير، تعاودو تحلو وتعاودو تخيطو، واحد الحالة فازق ومكرفص كيخوع ليا الماء. ودخلوني الكاشو عفيان وام سليب، وفزقوا الكاشو باش نبقى ترجف الليل كامل وانا مخيط باش ندردع، وانا كنسب وتنعاير وتن شحال نقول لكم، جاهل وباقي حاقد وباغي ننتقم، يعني ما بغيش نتنازل وما بغيش نخدع. يعني هذه حقرة عشتها وحقدتني، ولكن عطاتني درس وعلمتني باش نعرف من الصديق ومن العدو. هاد الناس اللي تعدوا عليا كاملين مورا ولات علاقتي معاهم زوين، شوف سبحان الله العظيم. فهاديك العشر ايام اللي دوزت ديال الكاشو جاو مالي نطار عندي السياره، والوالد ديالي كان جاب واحد الورقه قصد العلاج، جابها للمدير قال له ولدي راه جاينا قصد العلاج، ما جايش مال ديسيبلين، يعني ما جايش تاديبه باش تكرفصوا عليه. قال لهم راه ولدكم اشنو دار واشنو دار واشنو دار. حنا كانت رده الفعل ديالنا اننا ناخذوا معاه هاد الاجراء. خرجوني بديك الحاله عند مولين الدار، وإذا كتبكي والدي ديالي تيبكي. المدير شاف العائله ديالي وعرفني، عرفني ولد دارنا. المهم مشاو الوالدين ديالي عيط ليا وعنقني وباسني ودخلني للزياره، قال لي شوف ولدي، قال لي انا ما عرفتكش في الاول، ما موقع لكش هادشي، قال لي انا مشيت عائلتك عرفت بانك انت ولد نقي وتكرفصتي مع هاد الناس هادو، قال لي دابا اي حاجه احتاجيتيها انا نوقف معاك فيها. وتعامل معايا مسكين وعطاني بيت ومشيت وقفت فيه شاف شومبري، وعطاني واحد الباب كنت كنوقف تما شاد واحد الساروت، ما كنخلي حتى شي واحد يدخل من داك الباب، حتى الموظفين ما تنخليهمش يدخلوا. ولات عندي علاقه مع رئيس المعقل مزيان، ولات عندي علاقه مع المدير مزيان، ولات عندي علاقه مع الحبس كامل مزيان. دوزت معاهم واحد 4 شهور تقريبا ولا 5 شهور اقسم بالليله، تزاد عندي الولد، وكانوا كيجيو عندي العائله ديالي من قنيطره حتى السوق العربه ولدي الله تزاد، وكانوا مساكن كيديروا معايا شي تسهيلات وكيتعاونوا معايا. والنهار اللي كنت خارج حلوا عليا بكريم ساكن وسلموا عليا ووصلوني حتى جيت لاكار، ما تخيلوش قسما بالله. هذوك الناس اللي دابزوا معايا واللي ضربوني واللي تكرفصوا عليا موراها ولات بيني وبينهم محبه، وشركت معاهم الطعام. احنا ديما كنهضروا على الموظفين ديال الحبس خايب، انا غنقول لكم هاد النقطه باش نختم بها الفيديو. شوف الموظفين ديال الحبس ولا المديرين ديال الحبس ولا رؤساء المعقل، غنقول لكم تحيه لكم من هذا المنبر، هذه ماشي مجامله، وانتم كتعرفوني كاملين، الالاف ديال الموظفين ضربت معاهم الحبس، ما كنجامل حتى واحد. كنشكركم بزاف بخايبكم بزوينكم، تعاملتوا معنا زوين، علاش؟ عشنا معكم بزاف الحوايج، مديرين ظريفين بزاف، حنان، يحنوا فينا، كيبغيونا تيبغيونا الخير، ما نبقاوش نقولوا راه ديما تيتكرفصوا علينا وديما. شوف البلاد فيها الصالح والطالح، إدارة السجون فيها الصالح والطالح، ملي كطيح مع موظفين ولاد الناس وشرفاء يخدموا معاك رجال، ملي كطيح مع شمعيت راه كيطيحوا فيهم موظفين رجال، ما كيخليهمش يتعداو عليك ولا يتكرفصوا عليك. يعني حنا كنا عشنا هادشي، كنحييكم من هذا المنبر وصبروا لينا. ونصيحتي اللي نقدر نقول لكم، حاولوا تتعاملوا مع المسجون زوين، وحاولوا تاخذوا بيديه قبل ما يخرج باش يخرج انسان صالح. الله يرحم لكم الوالدين، هذه رساله للمندوبيه ديال السجون، حاولوا تاخذوا بيد المسجون من يكون خارج. راه المشكل ديال الانسان ملي كيكون خارج كيلقى مشاكل بزاف، ومن تيخرج لبرا تيلقى الاقصاء من عائلته من لونتوغاج من الامن، كيبقى ديما داخل خارج عليكم. حاولوا تشدوا بيدي عندكم، وان شاء الله الاداره العامه ديال الامن الوطني تهيئ تشد بيد اللي خارج على القانون وتحاول تعمل معاه باحترام، حيت فريمون الحقره والاقصاء وديك صوابق راه اقسم بالله الا دل ملي كيوقف بوليسي تيقول لك هذا عنده صوابق، يعني الله يعطيكم السر، حاولوا تبدلوا هذه المساله هذه. يعني انسان دوز الحبس، دوز داكشي اللي عليه، يتعامل معك كمواطن بغض النظر على فوقاش غتخرج له الورقه ديالو بانه دارت الاعتبار امرت، وانما ما نتعاملش معه على انه صوابق، وانما نتعامل معه كمواطن، نعطيه شويه ديال الاحترام
اقسم بالله ما غيدير شي حاجه. عطيه غير شويه حسوا حسوا بانه عنده قيمه. حباس من خرج من الحبس غيحسوا بانه عنده قيمه. كنت متاكد بانه ما غيرجعش للحبس، ولكن الا قصيتي راه غيرجع للحبس. يلا خوتي، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه القصه، وتنبغيكم بزاف. مع اخوكم الياس قراري.